هزت فؤادي صروح المجد إذ نهضت، هزت فؤادي صروح المجد إذ نهضت، من ربوة السيح ترجو بالرباريها، تعانق الغيم في تيه وفي ألق، من ديمة الخير رب العرش يسقيها. لما رأيت على الفاروق مئذنة تقسم العلم والإيمان حاديها، سألت ربي بأن يهدي القلوب بها ويبعث الحق عطرا في نواحيها. فسالم الخير قد جادت سحائبه، ولا ينال المكارم غير راعيها. فشيد الصرح والأركان ثم بنى للتقوى منبرها والله معطيها. أعني الشعيبي أبا المستعصم اعتصمت به الشهامة وازدانت معانيها. لا يرتضي من مرام المجد أدونها، وجنة الخلد عند الله راجيها. لعله قد سمع من قول قائله، من للجنان وأين صار ساعيها؟ من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها. أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عما الغلا فيها. فاستذكر القول للمختار قال لنا، من يبني لله بيتا في نواحيها؟ يبني الإله له في الجنة غرفا، ويعطيه القصر ملكا في مجاليها. فاستنفر النفس والأموال حتى بنى منارة الدين في جعل ترويها. فالشاهد الله قد وفى بموعده، تشهد له الدار قاصيها ودانيها. فيا إلهي ويا ربي ويا أملي، وفقه في كل نية خير ينويها، وفقه في كل نية خير ينويها. هزت فؤادي صروح المجد إذ نهضت، هزت فؤادي صروح المجد إذ